الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم من يقول إن الذين يحرمون الغناء هم قد وصلوا إلى آخر مراحل الحيوان من الحيوانية، ويقول إن سبب تخلف كل شعب هو عدم اهتمامه بالموسيقى؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز تكفير المعين بسبب مخالفته في مسألة ثبت خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيها. ومن المعلوم أن مسألة الغناء حلا وحرما ليست من المسائل المجمع عليها بين الفقهاء، وإن كان أكثر الفقهاء وجماهيرهم على التحريم، إلا أن ثمة من الفقهاء من قال بجوازه واستدل بأدلة معلومة في غير هذه الفتية. فمسألة حل الغناء أو تحريمه من جملة المسائل المختلف فيها، فإذا خالف إنسان ورأى حليتها وصار ينبز ببعض الألفاظ وسيء المقال وفاحش الكلام من قال بتحريمه، فإننا لا نخرجه عن دائرة الإسلام بسبب اعتقاد حله، لأن المسألة مختلف فيها، ولا تكفير في مسائل الاجتهاد، لا تكفير في مسائل الخلاف والاجتهاد. فإذا التكفير منتف عنه، لأن المسألة التي قال فيها مثل هذا الكلام مسألة خلافية بين أهل العلم، ولا ينبغي لأحد أن يكفر الطرف الآخر في مسألة ثبت خلاف أهل العلم فيها. ولكن مهما اختلفنا فإنه يجب علينا أن نصون ألسنتنا عن فاحش اللفظ وبذيء المقال، فإن المسلم ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فلا يجوز لنا في حال خلافنا أن نتلفظ على بعضنا بمثل هذه الألفاظ القذرة الشيطانية، فإن هذا محرم شرعا. يقول الله عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ويقول الله عز وجل عن مبينا عظم سقطات اللسان وآفاته: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول الله تبارك وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار قال: الفم والفرج. فما قاله هذا القائل من جملة الهفوات والفلتات اللسانية والزلات اللسانية العظيمة الخطيرة التي لا يجوز لمثله، لا يجوز قولها فيما بين المسلمين بعضهم البعض. فعلى المسلمين أن يتعلموا كيف يختلفوا قبل أن يختلفوا. فلو أنه اجتهد في الأدلة ورأى أن الغناء جائز وحلال، واستمع الغناء من غير أن يتلفظ على أصحاب القول الآخر أو الطرف الآخر من المسألة بمثل هذه الألفاظ القذرة التي أملاها عليه شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء، لكان في ذلك مساغا له. فإن الإنسان إذا اجتهد في مسألة شرعية وترجح له بالنظر في الأدلة منها شيء معين وعمل به، فإنه دائر بين الأجر والأجرين، فإن كان مصيبا فله أجران، وإن كان مخطئا فله أجر واحد. ولكن أما أن يتلفظ بمثل هذه الألفاظ الشيطانية الإبليسية فهذا يجب تعزيره التعزير البليغ الذي يردعه وأمثاله عن معاودة مثل هذا الكلام والتلفظ به على إخوانه المسلمين. فإذا كان معلوم العين فلا بد من رفع قضية عليه في المحكمة الشرعية ويثبت عليه هذا الكلام.
حتى يحكم فيه القاضي حكما تعزيريا يكون رادعا له ولمن تسول له نفسه أن يتكلم أو يتلفظ بمثل ذلك. نسأل الله أن ينزه ألسنتنا عن مثل هذه الهفوات، والله أعلم.